المرة دي يا جدعان يا ماما، وجايبالي معاها حبة عصافير. هي العصافير راحت فين؟ العصافير بصوا شكلها طلعت من هنا يا جدعان. ويلي يا ماما نفس النظام، اعمل لي كتاب تاني. طيب انت حبيتيني يعني ولا حاجة؟ لا لا الا الله. المشكلة يا جدعان اليمام طول ما هو في الجو وبره بينقل امراض الدنيا، فانا خايف والله ينقل امراض هنا. اعمل لها ايه تاني؟ طيب بتخش من الشبكة بتزهقش؟ يلا ما علينا. عزيزي الغاوي في كل حتة، عزيزي الغاوي في كل مكان، أحلى مسا عليك وأحلى صباح عليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وكويسين وكل فيديو وأنتم طيبين. ورجعنا لكم يا رجالة في فيديو جديد، يا رب يعجبكم إن شاء الله. الفيديو ده يا جدعان هيبقى رد على أسئلة حاجات كتير أوي منكم، عن العيون وأسعارها، عن حمام وأسعاره، عن حاجات كتير أوي هنعرفها في قلب الفيديو ده. فلو عجبكم يا ريت دوس لنا لايك واشتراك في القناة. تعالوا بس قبل أي حاجة كده، بصوا يا جدعان، انتوا كلكم مش عاجبكم اسمه شمشون، بس سيبوكوا بقى من حوار شمشون او مش شمشون. بسم الله ما شاء الله، جاب زغلول اهو، طلعوا الحصى اهي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر يا ابني. بس يا ابني عايز اوري الناس ما شاء الله، مش عايز تطلع عشان الجو ساقع. تمام بسم الله ما شاء الله، الله اكبر اهو، جابوا زغلول. تمام تعالوا بس الاول كده نطمن على يا عم وحياة امك. بس بصوا ايه ده يا ابني، بس ايه ده، اقعد على الحصى يا جدعان، اقعد على الحصوية. يلا خير. اه كان في زغلول هنا، تعالوا نطمن عليهم كده، هم بسم الله ما شاء الله. طيب في زغلول بردك، ايه ده يا جدعان؟ انا حاسس ان الزغلول ده والله مش عارف، الزغلول ده بصوا على قد ما هو بصحة اهو كويسة بسم الله ما شاء الله، بس انا حاسس ان الزغلول ده مش هيكمل معايا والله، مش عارف ليه. عايز اعمل له حوار الرباط بتاع رجله ده عشان تلم شوية. هي ايه بيمشي يعني، هو بس من النوع اللي بيمشي بس سبحان الله. يلا خير 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 الحمد لله. عارفين بقى دي بقى مشكلة لما بيبقى زغلول واحد، بيبقى بيتعرض اكتر يعني، لما بيبقى زغلول واحد بيتعرض اكتر يعني لوحة الرجل والاصابة بتاع الرجل دي. لما بيبقوا زغلولين بيبقوا ساندين بعض، ودولك لسه زي ما هما، دولك خلاص كده. تعالوا بس ايه قبل ما نشوف دنيتنا نطمن على زغليننا. بسم الله ما شاء الله، وده طبعا عايز ياكل ابن السفروتة ده. طيب بصوا بقى يا رجالة عشان ما اطولش عليكم، بداية كده هنخش في العيون واحدة واحدة. طيب فرخ البيبان، فرخ في البيبان يعني ايه افضل بيبان افرخ فيها؟ عشان السؤال ده سألني كتير، والعيون اللي عندي مقاسها كام في كام. بص انا عندي العيون هنا 50 في 50، يعني عرض 50 في طول 50 او عرض 50 في، المهم يعني 50 في 50، ارتفاع 25 سنتي. يعني تخيل ان دي ارتفاع 25 سنتي، انا مش عارف ازاي يعني. بصوا ولا كانت كام؟ اه هي كانت 25 او 27 سنتي. دي البيبان السوقي يعني، دي البيبان السوقي. ثانية كده خليكم معايا، احنا هنتعب نفسينا ليه؟ اهي احنا معانا المتر بتاعنا والبيبان السوقي اهي. ثانية اهو كده يا رجالة، بسم الله ما شاء الله. بص اهو ده عرض كمان 45. ثانية بس واحدة خليكم معايا، بص اهي 46 سنتي. تمام اهي 46 سنتي، هنجيبها من بره كده اهي. 46 في 46، ارتفاع 25 زي ما بقول لكم. بص 20 اهي 25، يعني حتى ما حصلتش 50 في 50، بس هي في السوق بتتباع على اساس انها 50 في 50. البيبان دي تنفع لفرخ؟ هي تنفع لفرخ مثلا جلايزه زي كده، تحس ان الباب واسع عليهم. تمام تنفع مثلا لفرخ ايه تاني يعني؟ تنفع مثلا عندك بكسنات زي كده صغيره، تنفع مثلا لفرخ الكشاك. الكشاك اهي الكشاك، بص واسع عليهم. بس بقى يعني بصوا ما تنفعش الفرخ مثلا زرع قطيفه زي كده، تحس ان بص الباب صغير عليهم جدا يعني، بص تحس ان الباب صغير عليهم جدا. ما تنفعش مثلا المساويد اللي عندي دولك، ما تنفعش طبعا للمساويد اللي عندي دول. تمام ما تنفعش لاي حمام طويل من الاخر. حتى العبس ده، حتى العبس ده لو جبت له انت بصوا واقف ازاي، باب صغير عليه جدا. طيب انا لما كنت جايب البيبان دي يا رجاله كنت جايبها عشان خاطر
ببان كانت رخيصه وببان ايه يعني على قد اللي معايا تمام، بس انا كنت جايبها عشان كنت هنشي فيها والكلام ده، بس الحمد لله رب العالمين او الموجود، وان شاء الله ان شاء الله ربنا بس يكرمني كده، وباذن الله هنجيب واحده واحده الببان 60 في 60 او 70 في 70 دي تنفع للنش 100 100، تنفع للنش 100 100. انا كنت جايب الباب ده ب 30 جنيه، كنت جايب الباب ده ب 30 جنيه، دلوقتي ما اعرفش دخله في 40 جنيه ولا بكام. تمام، دي كده رد على اسئله رد على اسئله البيبان وكام في كام والكلام ده كده كله. طيب ناس كتير بردك سالتني على السلاكه بتاعتك ديك، انت عملتها امتى وكام في كام؟ يا جدعان انتوا المفروض متابعين يعني. بص يا جدعان، هي عرضها كده 5 متر 70 بالظبط، 5 متر 60، 5 متر 60 بالظبط، في عرض 3 متر 90، ارتفاع 2 متر، ارتفاع 2 متر. تمام، ده كده الرد على سؤال الغية. طيب نيجي بقى على ايه ده، ده اليمامة لسه هنا والله. ايه ده، ثانية كده يا رجالة، اصل انا حاطط البتاعة دي احسن ما تكون بتلم بيضة هبيض هنا شكلها كده. الله خليها كده زي ما هي. نيجي بقى على اسعار الحمام اللي دايما الناس ترد عليا اقول لها يا جدعان الحمام مش متسعر، الحمام مش متسعر. مثلا يعني عندك عبس زي ده، عبس زي ده في المستوى ده، يعني انا مثلا لو معايا انا ممكن ابيعه ب 50 جنيه ب 60 جنيه، لو معايا انا هبيعه ب 50 60 جنيه، ممكن مع واحد تاني يبيعه ب 40 جنيه، يبيعه ب 70 جنيه، يبيعه ب 80 جنيه، ممكن مع واحد تالت يبيعه ب 100 جنيه. فاهمين وجهة النظر ايه؟ ان هي بتفرق من واحد لواحد. تمام، متوسطه انا بديك مثلا متوسط، بديك متوسط، بديك مثلا دكر زي ده لو هتنزل تجيبه ب 50 جنيه عشان مثلا ديله مروحه الدكر بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. قصن جلايزه زي دول، قصن جلايزه زي دول نفس النظام، انا بردك ممكن اجي ابيعهم اقول لك مثلا عليهم 80 جنيه او 100 جنيه، ودول بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين مرسومين، يعني بسم الله ما شاء الله مرسومين، مستواهم جميل جدا جدا. ممكن واحد غير يبيعهم ب 150 جنيه، واحد غير يبيعهم ب 200 جنيه، واحد غير يبيعهم ب 50 جنيه، انتوا فاهمين وجهه النظر ايه؟ يعني حمام يا جدعان ملهوش سعر، ملهوش سعر، بس انا ممكن اقول لك متوسطهم زي ما قلت لك قبل كده، دولك مثلا متوسطهم من 100 جنيه ل 120 جنيه، لان دولك بسم الله ما شاء الله مستواهم جميل. طيب نيجي في الحمام مثلا الغزار. عندنا مثلا القطاطي ده او السودا غزار دي. القطاطي ده بص مستواه عامل ازاي؟ ده وانا جايبه زغلول كان ب 150 جنيه، ده انا جايبه زغلول ب 150 جنيه، ربنا بقى يسامح الراجل اللي عطاهم لنا. فرد الحمام ده دلوقتي ما يساويش ال 150 جنيه. فرد الحمام ده دلوقتي ما يساويش ال 150 جنيه. قصير قوي، بص عظمته، بص لون عينه، مش مظبوط، مش مظبوط. يعني فرد زي ده مش مظبوط، ده كده على مستوى ده يعمل له مثلا 120 جنيه، ممكن يجيب سعره، يعني ممكن لو واحد مثلا بيفهم شويه ممكن ياخده ب 150 جنيه زي ما انا اشتريته. اسود غزار زي ده، اسود غزار زي ده نفس النظام، ممكن انا كنت جايبه بكام؟ ب 40 جنيه وهو زغلول، ده كنت جايبه ب 40 جنيه وهو زغلول، دلوقتي يعمل له 50 جنيه. ده دلوقتي كده يعمل له 50 جنيه اهو. على قده، مستواه على قده خالص، ويمكن هو اطول من القطاطي كمان. تمام، عندك مثلا شيماء الكريزلي والحاجات اللي زي دي، القص زي ده مثلا يعمل له 70 80 جنيه في السوق. تمام، يعمل له 70 80 جنيه، ان انا بديك التقريبي، بديك التقريبي. الباكستانيات مثلا، الباكستانيات زي اللي عندي دي، القص بقى في السوق الباكستانيات ماسكه سعر، القص في السوق ماسك سعر، يعني ممكن القص يعمل له 120 جنيه ويعمل له 200 جنيه كمان، بس قص زي دولك كده متوسط يعمل لهم 120 جنيه 150 جنيه. نيجي اللهم صل على النبي للزرع قطيفه، الزرع قطيفه اي قص من الاثنين اللي عندي بسم الله ما شاء الله اقل واجب يعمل له 150 جنيه، اقل واجب يعمل له 150 جنيه، ممكن واحد يبيعه ب 180، ممكن واحد يبيعه ب 200 جنيه، بس متوسطه 150 جنيه ده عندنا. تمام، عندك مثلا استراليات، استراليات زي كده، زي شمشون ابن مجنون ابن المجنونه ده، ممكن قص زي دولك في السوق يعملهم يعني بردك 70 80 جنيه. نبص مستواهم ايه، استراليات تلتين دوك ودوك، يعني بص مستواهم قليل جدا. فايه اللهم صل على النبي، ده ممكن القص ده يعمل له مثلا 70 80 جنيه زي ما قلت لكم، ده متوسط بس. بس طيب في بقى ناس يا جدعان، واحد قال لي فكره حلوه قوي في الفيديو اللي فات في تعليق، المهم قال لي ان النتايه دي طالما طلعت نتايه، طالما دي طلعت نتايه قال لي اديها لاني دكر بقى، وبصراحه انا اعجبت بالفكره وهم لايقين على بعض بامانه، قال لي اديها للدكر ده، قال لي اديها للدكر ده.
انا بص هجيبها بس هحطها لكم جنب بعض كده عشان تشوفوهم، وهشيلها طبعا، وهشيلها عشان اوريكم ايه هيبقوا شكلهم لايقين على بعض، وهجوزهم بالطريقه اللي انا ايه بجوزهم بيها، انا احطها ده في فاب وده في فاب. بص يا رجاله بسم الله ما شاء الله اهو لايقين على بعض جدا، لايقين على بعض جدا. وبصوا الباب زي ما بقول لكم اهو، حتى القص الكريزليات دولك، هو المفروض ده استوالي بس مدي الكريزلي وده كريزلي. فالمهم يا جدعان حتى الباب بصوا صغير عليهم، فتعالي كده فانا وريتهم لكم كده، دول لايقين على بعض. فرد زي ده يا جدعان في السوق يعمل له 50 جنيه لوحده، بسم الله ما شاء الله. حجم الله اكبر، يعني بصوا الحجم قد ايه، بسم الله ما شاء الله. طيب انا بقى النهارده هبص بالليل كده على الحصويتين دول، هشوفهم معمرين ولا لا، ويمكن اللي هناك ده يطلع دقه، مع اني شاكك ان هو انتهى. طب خلينا دلوقتي في اسعارنا. قص زي دولك يا رجاله انا جايبهم ب 150 جنيه، وهم ما يساويش مثلا غير 100 جنيه او 120 جنيه بصراحه. انا بقول لكم على مستواهم دول يساوي لهم 100 جنيه او 120 جنيه. فالمهم يا رجاله اللي انا عايز اعرفه لكم واللي عايزكم تتعلموه، ان كل حمام بيتباع على حسب مستواه وعلى حسب تقليبه وعلى حسب الغاو اللي بيبيعه. الحمام ملهوش سعر، الحمام مش متسعر، الحمام مش متسعر، تمام يا رجاله؟ فده اللي انا عايز اعرفه لكم، ويا رب تكونوا وصلت لكم المعلومه، يعني عشان ما تقعدوش تسالوا عن اسعار الحمام. الحمام مش متسعر، الحمام على حسب مستواه وعلى حسب تقليبه. فانا فرضتكم على المستويات اللي عندي ومتوسطها تعمل كام عشان تبقى فاهم شويه. وده كده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدت منه وفهمته. وكان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.